من القدس ينضم إلينا كاظم أبو خلف المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونروا. أهلا بك معنا على شاشة الحدث. بالأمس ولأول مرة سمحت إسرائيل بدخول الوقود، لكن كان لديكم تصريحات رافضة لاستخدام الوقود كسلاح، وقلتم أن ما سمح بإدخاله من شحنات لا تنقذ الأرواح. ماذا أيضا من تفاصيل يمكن أن تطلعنا عليها حول الكمية، وإذا ما كانت تكفي وتكفي لماذا؟ نعم، شكرا للاستضافة. نعم، الكمية الحقيقة لا تكفي تقريبا بشيء، بل إنها عندما وصلتنا هي وصلت مشروطة. ولكن قبل أن أشارككم تلك الشروط، هي الكمية لا تتعدى 23,027 لتر بالضبط، يعني لا تساوي حجم صهريج واحد من الوقود في الوضع الطبيعي. بينما نحن في وكالة الغوث وحدنا في قطاع غزة لإدارة المستوى الأدنى من عملياتنا نحتاج إلى 160 ألف لتر من الوقود بكل يوم. أما بالنسبة للشروط التي ترافقت مع تلك الكمية المحدودة، هي أنه لا يجوز لنا أن نستخدمها إلا لتعبئة شاحناتنا التي تتجه إلى معبر رفح لاستجلاب المساعدات الإنسانية فقط. هذا هو، يعني يجوز لنا مثلا أن نستخدمها في مراكزنا الصحية التي تقدم الرعاية الصحية الأولية، أو لا يجوز مثلا أن نعطي ولا جزء واحد منها إلى محطة تحلية المياه حتى يتمكن الناس من الشرب. ولهذا نقول أن بالفعل يعني واضح جدا إذن أن الوقود أصبح يعني سلاح يستخدم في هذه الحرب، وليته يعني لا يستخدم ضد المدنيين أو حتى ضد المؤسسات الأممية. نحن نحتاج الوقود حتى نستمر في تقديم خدماتنا التي يعني كثرت وكبرت الحاجة إليها في قطاع غزة. قلتم بأنه هذه الكمية لا تغير من الوضع المأساوي في القطاع، ما الذي يمكن أن تطلعنا عليه حول هذا الوضع المأساوي في قطاع غزة، والذي أنتم في الأمم المتحدة، أنتم الأونروا التابعة للوكالة الأممية، تعجزون عن التعامل معه، مع هذا الوضع المأساوي كما تصفونه؟ يعني هو مأساوي بالفعل، وهي كمية بكل صدق وأمانة لا تكفي لشيء حقيقة إذا كانت أصلا أتت بشروط. بالنسبة للوضع المأساوي، يعني الرقم النازحين على سبيل المثال في مراكزنا وعددها 154 مركز يزداد بشكل مستمر حتى اليوم. آخر تحديث هذا الصباح بلغ عدد النازحين 829,000 إنسان نزحوا إلى مراكزنا. كل مركز، كل مدرسة من مدارسنا التي تحولت مركز إيواء يعني تستوعب ما بين 4 إلى 9 أو أحيانا 10 أضعاف طاقتها الاستيعابية في الوضع الطبيعي. فلك أن تتخيلي إذن حجم الاكتظاظ وما ينتج عنه من تحديات أخرى. على سبيل المثال الحصر، مثلا بدأنا نرصد انتشار الأمراض في الجهاز التنفسي بحكم هذا الاكتظاظ وبحكم تبادل الأنفاس. بدأنا نرصد علامات جفاف لدى الأطفال، ممكن سوء تغذية، ارتفاع في حالات الإسهال للأطفال دون سن الخامسة بالمقارنة في العام 2022 مثلا. حسب تقرير ورد لمنظمة الصحة العالمية، كان عدد حالات الإسهال المرصودة ضمن هذه الفئة من الأطفال لا يتجاوز 2000. اليوم أنت تتحدثين عن 33,000. هناك ما لا يقل عن 15,000 من حالات الأمراض الجلدية. إذن هو وضع مأساوي. الشتاء يعني بدأ تقريبا، والبرد والطقس يتغير وهناك الأمطار. فبالتالي لا يعني بعد كل هذا وكل التعقيدات، وهذا يعني نزر يسير منها كما يقولون، نستلم الوقود بشروط، يعني هذا الأمر غير معقول حقيقة. ثم أصلا حتى لو استلمنا الوقود بشروط، نريد أن ننسق على سبيل المثال عملياتنا، نتصل بالسائق الذي يتجه إلى المعبر لاستجلاب المساعدات، كيف نتصل به إذا كانت شركات الاتصالات أعلنت أنها ستوقف خلال ساعات؟ بالفعل قد يكون اليوم. طيب هذا الوضع الذي تطلعنا عليها، يعني مع من تناقشونه أنتم الأمم المتحدة؟ يعني كيف تعملون على حل هذه المشكلة؟ المفوض العام للأونروا قال عملياتنا برمتها الآن على وشك الانهيار، وإنه شيء مروع أن يستمر استخدام الوقود كسلاح في الحرب، وبأنه توفير الوقود للشاحنات فقط وبكمية قليلة لا ينقذ الأرواح. نعم بالفعل، كل يوم يمر، كل ساعة تمر من دون ما أن يكون لدينا الوقود الكافي لنتحرك بأريحية، إذا هناك هذا يعني خسارة في المزيد من الأرواح. بالنسبة لكيف نتحرك وماذا نفعل، هناك مستويات في الأمم المتحدة سيدتي. نحن في المستوى الخدمات الإنساني، زملائنا في المستوى السياسي هم من يتحرك ويناقش ويفاوض
وللأسف أقولها وفي الفم مرارة، هناك مفاوضات يعني طويلة وأخذ ورد وطويلة دون حاجة لإدخال الوقود. يعني تصوري أننا نحن في المؤسسة الأممية وصلنا مرحلة ننفق جل وقتنا على مسألة الوقود هذه، مع أن الحرب هي ليست وقود فقط، هناك أدوية وهناك نازحون وهناك مدنيون وهناك ضحايا وهناك جرحى، وهناك حاجة قبل كل ذلك إلى وقف إطلاق النار أو أضعف الإيمان مثلا أن يكون هناك هدنة حقيقية ليست هدى ساعات هنا وهناك لا ندري عنها شيء ولا نعلم من تفاصيلها شيء. طيب، وبالتالي كيف تتعاملون مع هذه الكميات البسيطة التي تصلكم؟ وهل وصلكم أي معلومات حول استلامكم ربما لشحنة أخرى من الوقود أم فقط هو المتعلقة بالتي دخلت بالأمس؟ يعني حتى الآن لا معلومات لدي أستطيع أن أشاركها أو أؤكد أن الأمر يتعدى الشحنة التي دخلت بالأمس. هذه الشحنة التي دخلت بالأمس يعني قيل لنا أنها هذه اليومين اثنين، ما بعد ذلك لا يزال في علم الغيب. بالنسبة لكيف نتعامل إزاء كل هذه التحديات مع الوضع الإنساني، الجواب بسيط، لا نستطيع. هذا هو بالضبط الجواب الذي أعطاه سعادة المفوض العام. نحن بالكاد نغطي 39% من الاحتياجات في الوضع الطبيعي بالكاد، وهي أيضا في تناقص هذه النسبة لانعدام الوقود ولانعدام حركتنا بالتالي ولأسباب كثيرة أخرى. بدون الوقود الذي هو عصب الحياة لن نستطيع تقديمه، وإذا ليقف العالم كله أمام مسؤولياته.